لحد الان احنا مازال ما توصلناش بمنحه راس السنه اللي كان من المفروض اننا نتوصلوا بها في شهر 12، واللي كان عليها التزام من طرف الجماعه ومن طرف شركه سيطه البيضاء، وكان تعهد رئيس الجماعه على انه سيتم صرف هاد المنحه في اقرب الاجال. كنهضروا على 31 جويلية اللي انتهت فيها الصفقه ديال السيطه، وجات فيها الصفقه الجديده اللي الان تعطات لشركه اسويس، ولحد الان مازال ما توصلش العامل بالمنحه ديال راس السنه. ولذلك حنا عبرنا بهذا الشكل النضالي على الرفض ديالنا التام للتماطل ديال رئاسه الجماعه، باعتبارها انها كانت من تعهد بتصفيه هذا الملف، وان فلوس ديال شركه سيطا باقيه عند الجماعه، والجماعه غادي تشد الفلوس تاع سيطا الى غايه ايجاد حل هذا الملف. حنا من هذا المنبر كنقولوا حنا فاش غادي ينفعنا الا كانت فلوس تاع سيطا البيضاء باقيه عند الجماعه، لان الفلوس باقيه، سيطا البيضاء خدامه، سيطا البيضاء يمكن ما باقيلهاش بزاف تخرج من المغرب كامل. حنا كنشوفوا بان الملف ديال المنحه ديال راس السنه ملف يتجه نحو النفق المسدود، نحو المجهول. لذلك نؤكد مرة أخرى عبر هذا المنبر ديالكم على أننا لن نتراجع، وغادي ندافعوا على الحق ديالنا، وخاصنا نتوصلوا بالمنحة ديالنا في أقرب وقت، وسنسطر برنامج نضالي تصعيدي. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.